نعم حازم، أعلنت وزارة الداخلية وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين في حرائق شهدتها 16 ولاية، وبلغ إجمالي عدد الحرائق 97 حريقا، وتم خلالها إجلاء 1500 شخص من المناطق المتضررة، وكانت ولاية البويرة وبجاية وكذلك ولاية جيجل من أكثر المناطق تضررا، وكانت فيها رقعة الحرائق كبيرة، وهذا عائد حسب بيان وزارة الداخلية إلى الرياح القوية التي كانت في تلك المناطق، وهذا ما ساعد في انتشار النيران التي أكلت الغطاء النباتي، وكذلك حتى الجهات التي توجد فيها محاصيل زراعية في تلك المناطق. وأكدت مصالح الحماية المدنية بأن الحرائق تم السيطرة عليها في أغلب الولايات، بينما بقيت في 6 ولايات هي بومرداس، تيزي وزو، والبويرة، وكذلك بجاية، وجيجل، وسكيكدا. الحرائق في هذه الولايات لا تزال إلى حد الآن مشتعلة، وتحاول مصالح الحماية المدنية إخمادها عن طريق توفير 350 شاحنة وكذلك معدات إطفاء وأيضا طائرات إخماد النيران وكذلك مروحيات تابعة للجيش الوطني الشعبي. وقد أكدت مصالح الحماية المدنية تجنيد أكثر من 7500 عون للحماية المدنية للانتشار في هذه المناطق، وتم توفير 12 رتلا متنقلا من أجل تدعيم الوحدات على مستوى المناطق المتضررة، خاصة على مستوى ولايتي البويرة وكذلك بجاية في شرق البلاد. نعم، بالنسبة للجهود المبذولة الآن من قبل الدولة الجزائرية لمتابعة هذا الحادث الكبير، وهي ليست المرة الأولى، العام الماضي كان هناك حرائق غابات وكان هناك إصابات وقتلى، هل هناك شراكات يمكن العمل عليها الآن وفق البيان مع الدول أوروبيا دوليا عربيا من أجل المساهمة في إخماد هذه الحرائق؟ لحد الآن تم تشكيل خلية أزمة على مستوى وزارة الداخلية وكذلك على مستوى المديريات الفرعية للحماية المدنية في الولايات المتضررة، لكن لحد الآن لا يوجد حديث عن طلب مساعدات من دول أوروبية. لحد الآن تؤكد مصالح وزارة الداخلية بأنه تم توفير عدد من الطائرات المختصة في إخماد النيران، وكذلك كان هناك تعاون مع وحدات من الجيش الوطني الشعبي التي وفرت مروحيات للجيش من أجل إخماد النيران في المناطق المتضررة، حتى أنه سقط عدد من شهداء في الجيش الوطني الشعبي خلال جهودهم ومساعدتهم لأفراد الحماية المدنية في إخماد النيران في المناطق الوعرة. ربما ميزة هذه المناطق التي اشتعلت فيها النيران هي أنها مناطق جبلية فيها مسالك وعرة، لا يمكن للشاحنات أن تتخذ فيها مسارا وتتجه إلى تلك المناطق، وهذا ربما ما يجعل من طائرات إخماد النيران وكذلك مروحيات الجيش والحماية المدنية هي الحل الوحيد للوصول إلى تلك المناطق. وقد سطرت وزارة الداخلية برنامجا أوليا من أجل إجلاء سكان تلك القرى القريبة من المناطق التي شهدت الحرائق حتى نتجنب تكرار سيناريو ما شهدته الجزائر عام 2021 في ولاية تيزي وزو، أين كان هناك أكثر من 200 ضحية بين عسكريين ومدنيين خلال تلك الحرائق التي شهدتها الجزائر عام 2021. نعم، الجزائريون كيف يتابعون هذا المشهد والجهود المبذولة الآن من قبل وزارة الدفاع والخلية التي تم تشكيلها من أجل متابعة هذه القضية التي تشغلهم الآن؟ الجزائريون تفاعلوا بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذه الأزمة، وعبروا عن خوفهم من تكرار سيناريو ما حدث عام 2021، حتى أنه يوجد لحد الآن تضامن شعبي كبير في تلك المناطق والقرى التي شهدت اشتعال الحرائق، أين ترافق عدد من المواطنين وحدات الجيش وكذلك وحدات الحماية المدنية وساهموا في إطفاء النيران وكذلك ساهموا في إجلاء النساء والشيوخ والأطفال من تلك المناطق. يعني كانت هناك مشاهد تضامنية كبيرة تم نشرها عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، بينما تؤكد مصالح الحماية المدنية بأنه يجب دائما التحلي بالحيطة والحذر، ويجب إخلاء المناطق القريبة من مواقع الحرائق حتى لا تكون هناك خسائر بشرية. أشكرك جزيل الشكر حسان جزائري مراسل الغد، كنت معنا من الجزائر.